ونروح مع مسك الختام و الشموع الحمراء. سيبكم من عيل صغير يتجاوز او ينفلت، الكلام دلوقتي في حجم رموز وقيم. انت في حضره النادي الاهلي واحد رؤسائه محمد محمود باشا. محمد محمود باشا رئيس شرف النادي الأهلي، أحد الشخصيات السياسية البارزة التي حفرت لنفسها مكانة مميزة في الذاكرة الوطنية، ووصفه الإنجليز بالسياسي الجنتلمان. من مواليد 4 أبريل عام 1877 في مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط لأسرة عريقة، حيث ينحدر الجد من أصل عربي ينتهي نسبه لقبيلة بني سليم بالحجاز، ووالده محمود سليمان صاحب سطوة ومكانة سياسية عظيمة، لدرجة أن الإنجليز عرضوا عليه عرش مصر عقب وفاة السلطان حسين كامل، إلا أنه رفض هذا العرض لأنه جاء عن رغبة إنجليزية. نال محمد محمود الشهادة الابتدائية من مدرسة أسيوط، والتحق بعد ذلك بالمدرسة التوفيقية بالقاهرة، وقد أتم دراسته بها، ثم أرسله والده إلى إنجلترا حيث درس بجامعة أكسفورد، وحصل على الدرجة الثانية في التاريخ أو دبلوم علم التاريخ الحديث، ويعد أول مصري يتخرج في جامعة أكسفورد. كان أول من أطلق فكرة تأليف وفد في عام 1918 للمطالبة بحق مصر في تقرير مصيرها، قبل أن يتم اعتقاله مع سعد زغلول وحمد الباسل وإسماعيل صدقي ويتم نفيهم إلى مالطا. تولى نظارة المواصلات ثم وزارة المالية مرتين، فرئيس لمجلس الوزراء لأربع دورات. عرف بنزاهته حيث رفض صرف شيك بوصفه عضو في مجلس إدارة ترام الرمل، حيث كان يشغل في هذا الوقت منصب وزير المالية، لأنه لم يحضر جلسة واحدة من جلساته. وعندما مرض بشدة وامتنع عن الذهاب لمجلس النواب، وأراد أن يستقيل من المجلس لأنه كان يتقاضى راتبه وهو لم يدخله منذ 10 أشهر، إلا أن ابنه أقنعه بالبقاء، فوافق على البقاء بشرط التبرع بالراتب للجمعيات الخيرية. كان دولة محمد محمود باشا من المساهمين في إنشاء النادي الأهلي، وانتخبته الجمعية العمومية المنعقدة في 30 من نوفمبر عام 1928 رئيسا شرفيا للنادي الأهلي. كما كان منزله مقر لقاءات شعرية وندوات كان من أشهر الحاضرين فيها كامل الشناوي وحافظ إبراهيم ومحمود حسن إسماعيل. بعد وزارته الأخيرة ترأس المعارضة في مجلس النواب حتى توفي في يناير عام 1941، ليصدل الستار على أحد الرموز التي أثرت الحياة السياسية في مصر. محمود باشا، وهو يعني ادي احنا شفنا ترأس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس شرف، رئيس شرف واحد المساهمين في التأسيس، واحد مساهمين في إنشائه. وكان الوفد والأحرار الدستوريين الحزب الآخر المعارض للوفد، وعشان كده هو كان زعيم المعارضة في البرلمان. فهو كان رئيس الأحرار الدستوريين، وكان أبويا أحرار دستوريين. ده سبب تسميت اسمك مركب. ده أنا حكيته قبل كده. وجدي أبو والدتي كان من أقطاب الوفد، فكانت المشكلة لازم ما بقاش اسمي محمد محمود ولا عدلي يك، فسموني محمد يعني. دي قصة ضربوا الاثنين. عملوا ائتلاف. لكن أنا عايز أتكلم عند الراجل ده، لأنه الحقيقة أنه من أنظف الشخصيات. وهو الآية يعني، والله يا جماعة لما الأهلي يتبين على الشخصيات دي لازم يكمل كده. الأساس صح قوي. أبوه بيرفض عرش مصر علشان الانجليزي اللي رشحوه، ما ريالش بقى على فتعرف ان رموز الاهلي عظيمه ازاي. لا اعتدوا بنفسهم طول عمرهم. ليه ليه ما فيش حاجه تخليهم يعني يلهسوا وراء اي منصب. كمان لما يجي يقول لك وهو في البرلمان عايز يمشي او ما ياخدش راتبه ويتبرع بيه، لانه ما بيروحش،
هي دي النزاهه مع النفس. انت عايز ايه؟ عايز تتملق الناس والجماهير، ولا عايز تعيش مع نفسك تبص في المرايه تقول لا ده انا راجل، انا عندي قيم، انا محترم، انا بمثل سواء حزب محترم او وزاره محترمه، هو كان رئيس وزراء برضه مده طويله من دورة. يعني. او نادي محترم جدا جدا جدا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس، وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، وربنا يعيد عليكم وعلى مصر الغاليه هذه الايام الطيبه المباركه بكل خير وسعاده ان شاء الله.